مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن الأحاديث النبوية وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هو وحي من ربنا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأحاديث الصحيحة هي شرح مفصل ومكمل لأوامر وقوانين ذكرت في القرآن. حديث النهاردة بيقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر من المشاعر والأخلاق اللي عدم فهمها بيخليه خلق ظاهره غريب. أنت مفترض تتقبل الألم، الفراق، الوجع، الأوضاع المفروضة عليك، النتائج والقرارات، كل ده بهدوء وبثبات. بنقولها لبعض كلنا: اصبر وقول الحمد لله، والحمد لله صابرين، كتعود. بس الحقيقة إننا مش عارفين يعني إيه صبر ولا إزاي نصبر، وهو من أهم المشاعر اللي محتاجينها في حياتنا. في ثلاث حاجات بنتلخبط بينهم: الضغط والصبر والرضا. فرق كبير بين التلاتة. الضغط مش صبر. الضغط إنك تتحمل ما لا تطيق، زي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه في حديث تاني: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يعني تبقى مضغوط لدرجة إنك بتذل نفسك وبتعتقد إن ده صبر. طيب أمال الصبر إيه؟ هو الشعور اللي بتكتشف فيه حقيقة قدراتك اللي ما كنتش عارفها عن نفسك قبل البلاء أو قبل الموقف ده، فتقدر تستحمل الابتلاء بقوة وثبات، مش بضغط يولد انفجار. ودي من أهم حكم الابتلاءات، إنك تكتشف قدراتك وتستخدمها صح وتستعين بصفات الله فتدعمك فيها، فكده تبقى طبقنا صبر. من أهم علاماته سوائك النفسي، مش بتدمر نفسك علشان يبقى اسمك صابر. وصفوا العلماء بأنه ثبوت الحال برغم تغيير الأحوال، في ثبات في حالك وأفعالك مهما كنت موجوع أو حزين. أما الرضا هو من أعلى درجات الإيمان، لأنك بتوصل للمعنى الحرفي اللي يجيبه ربنا خير، واثق قوي في كل اختيارات ربنا عن اختيارك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أم على ما أكره، ذلك بأني لا أدري الخيرة فيما أحب أم فيما أكره. أغلب الآيات في القرآن عن الصبر مش الرضا، وأمر ربنا لينا بالصبر الأمر مش بالرضا، لأن الرضا منزل عالية قوي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الرضا بيجي بعد ما بتتمكن وبتتدرب على الصبر، فمع الوقت بيزداد يقينك وثقتك بالله، فبتبدأ رحلة الرضا، راضي ومطمن اللي هيعمله معاك ربنا وليك في أنسب وقت وفي أنسب شكل. فالصبر بنتعرف فيه على نفسك وحقيقتها وبتستعين بربنا، لكن الرضا بيجي بعد ما بتكون اتعرفت على ربنا، فبقت نفسك من النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كل ده ما بيجيش فجأة، ده محتاج وصل مستمر مع ربنا، زي ما دايما بنقول بالذكر وبالفكر، دايما في وصل بالله بذكر ومعرفة مستمرة عن ربنا، فيحصل بالوقت إحلال وتبديل بين ربنا جواك والدنيا وما فيها ومنظورك لكل حاجة. فطول الوقت هنتعرض لأسئلة واختبارات علشان نقيس درجات الإحلال والتبديل ده جوانا. هنتكلم بالتفصيل عن معاني الحديث مع ضيفنا الشيخ فتحي الزيات من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.